التطبيق العملي بدنا نفتح هنا للديب ليرنينج على الويب سايت هذا تنسر فلو. تمام، هاي الصفحة الرئيسية، يفترض انه يفتح عندك زي هيك. بدك تتعودي على المكان اللي بدنا نروح له دائما، او الاسهل انه انت تضيفيه عندك في المفضلات. ايش هو المكان؟ بدي اروح هنا على ليرن تنسر فلو. بالمناسبة قبل ما نروح على ليرن، لو انا بدي انزل اعمل انستول اخر نسخة انا عندي موجودة اللي هي تنسر فلو 2، تمام، وعشان انزلها ببساطة ممكن اكتب انه باستخدام البيب بروح ببساطة بكتب على البيب طفى السايت كله تنسر هاي الكوماند هنا pip install tensorflow، بروح انزل دي latest version. طبعا نسخة الويب بايثون اللي موجودة عندي موجود فيها تنسر فلو، اللي انتم نزلتوها لوكالي عندكم على الجهاز لو انتم كنتوا تستخدموها موجود فيها تنسر فلو، تمام. طيب بنرجع هنا على اللير، وبدي اختار انه بدي اعمل لير لتنسر فلو، وبعدين اروح على التوتوريالز، تمام. هذا اللينك حطيه عندك في المفضلة، تمام. ايش في هنا عندي؟ في عندي هنا كويك توتوريال فور بيجنرز، تمام، فور اكسبرت، احنا مش اكسبرت حاليا، تمام. وفي عندي هنا ماشين ليرنينج بيسكس ويد كيراس. بالمناسبه احنا خلينا نعرف القصه تبعت المكتبات. ايش في عندي مكتبات؟ كيف؟ في الحقيقة هيك وهيك. كيف يعني هيك وهيك؟ لو مثلا بدي اجرب انا شغلة على السريع، تمام، ممكن اجربها انا عندي على الجهاز، ضبطت الامور، وبتحتاج انه انا مثلا اشغلها لساعات، 8 ساعات، 6 ساعات، فبالتالي وانا بدي استخدم لابتوبي لشغلات تانية، او بدي اطب جو، بدي اروح على مشوار تاني، فالافضل انه انا اشغلها على الكلاود، تمام؟ إيه هذه شغلة. الشغلة الثانية في الكلاود، يعني انا بالنسبة لي المواصفات الجهاز تبعي، انا في عندي 8 جيجا رام و 4 كورس، اللي بقدم لي اياه الكولاب والكاجل بيديني رام اكثر، بيديني 16 جيجا رام، فبالتالي انا بالنسبة لي الاحسن الي انه انا اشغلها على الكلاود. فبيعتمد على انت ايش الوضع انت عندك. لو كان في عندي باورفول ماشين وانه الماشين هذه الثابته ممكن انا اشتغل عليها، اخلي كل الشغل عليها، ليش اشتغل على الكلاود؟ اسهل لي واسرع لي. ايش في هنا عندي مكتبات؟ عندي مكتبه التنسر فلو فروم جوجل، وفي عندي مكتبه اسمها البي تورش from Facebook. هذه بتقى وراءها جوجل، وهذه بتقى وراءها الفيسبوك، تمام. هذول المكتبتين open source، وهنا كمفهوم الopen source بدكم تنظروا له بنظرة مختلفة، انه الشركات عادة انه الوقت اللي بدي انا اقضيه لتطوير شغلة معينة لو انا خليته closed source ممكن انه انا اعمل التطوير اللي انا بدي اصل لمستوى معين
ممكن يستغرق معايا الوقت 30 سنه. هذا لو كان كلوز سورس. ليش؟ لانه التيم ليميتد اللي بيشتغل على الشغله هذه. لكن لما اعمل افتح المصدر تبع هذه المكتبه وبصير فينا عندي كونتريبيوترز من جميع انحاء العالم يساهموا للمكتبه هذه ويطوروها، فبالتالي بتسرع التطوير انا عندي. فممكن انه التطوير انه بدل ما يضلوا 20 سنه او 30 سنه ممكن اختصره في 5 سنوات عشان اصل لنفس المستوى. فهذا هو مفهوم الاوبن سورس، يعني مش انه الاوبن سورس لتسريع التطوير، هذا هو الغرض منه. طيب احنا شفنا كيراس هنا صح؟ شو علاقة كيراس في الموضوع هنا؟ من هو الكيراس؟ خلينا في الأول نعرف شو هي تنسور فلو. في الحقيقة تنسور فلو هي عبارة عن مكتبة للديب ليرنينج implemented in C++. وهذه اللغة صعب انه ناس غير متخصصة انه هي تستخدم هذه المكتبة. فشو راح اعمله؟ اعمله رابينج للتنسور فلو بالبايثون. عارفين ايش يعني رابينج؟ تغليف. تمام، غلفوها بالبايثون. فبالتالي انا بدي استخدم اي حاجة في المكتبة هذه فبروح من خلال كود بايثون. كود البايثون يعني البايثون حبيبة الشعب، معشوقة الجماهير. تمام، لها شعبية عالية، أسهل لغة. تمام، ومكتبة قوية. تمام، فبالتالي هنا لو اجيت اطلعت على تنسور فلو فعليا، في عندي تنسور فلو، في انا عندي للجافا سكريبت، للموبايل، للبرودكشن. والبرودكشن انا في عندي هنا اكثر من سيستم، هنا ايزي بيلدينج، والايكو سيستم تبعها انه كثير انه هو مريح، انه ممكن انه تنسر فلو هاي هنا لو رحت على ليرن على الانترودكشن هنا ممكن استخدمها للويب الجافا سكريبت، ممكن استخدمها للموبايل والانترنت اوف ثينجز، وهنا للبرودكشن انه اعمل ديبلوي لماشين ليرنينج بايب لاين في سيستم انا اوريدي موجود عندي. لاحظوا هنا انه انا عندي البايثون ديفلوبمنت، انه هنا انا في عندي هنا بايثون انه بتعمل سبورت للسي بي يو والجي بي يو والتي بي يو. عرفنا ايش الجي بي يو، ايش هو التي بي يو؟ هو عباره عن هاردوير يونت، تنسور بروسيسنج يونت. هذا الهاردوير عملته جوجل بغرض برضو تسريع تنفيذ الاكواد تبعت التنسور فلو. تمام، فبالتالي هنا في البايثون شو بقدر انه انا اسوي؟ اعمل لود وبري بروسيس للداتا، وبقدر اعمل بيلد وترين وريوز موديل، وبقدر اعمل ديبلوي للموديل تبعي انه انا استخدمه في تطبيقات فعليا. هنا الجافا سكريبت بقدرش انه انا اعمل لود وبروسيس للداتا، ممكن انه انا اعمل هنا بيلد وترين للموديل. تمام، وممكن اعمل ديبلوي. السويفت بقدر اسوي الشغلات هذه كلها، هذه الشغله انه امبلمنتد نيتفلي باستخدام السويفت. الاي او اس بقدرش انه لا ابني ولا اعمل لود للداتا ولا ابني مودلز، فقط انا ممكن اسوي ديبلوي اني استخدمها في التطبيقات تبعتي في الاي او اس. تمام، هذا الكلام انه بينطبق على الاندرويد والاي او اس والراسبيري باي. تمام، فبالتالي هنا بستخدمها انا عندي من خلال حزمه اسمها تنسور فلو لايت، بنزلها انا عندي على الاندرويد او الاي او اس، وبقدر استخدم اي موديل انا اوريدي دربته في الاوبجكت ديتكشن. تمام، وهذا الكلام انه ممكن اورجيكم في ديمو
يعني هنا لو بحثنا على object detection تنسر flow light هلاقي انه هو موجود. انا عندي خليني ادور على هذا. شايفين هذا عبارة عن ابلكيشن على الاندرويد، وهنا عامل اوبجكت ديتكشن انه هذه بنانا 80% وهذه ابل 79%، ف هذه بيرسون 51%، فهو جابها غلط يعني. فبالتالي هنا هذا عبارة عن الموديل، وممكن اعمل داونلود للابلكيشن تبعي على الاندرويد واعدل عليه زي ما بدي، او احمل الموديل تبعي اذا انا بدي. حتلاقوا برضه تطبيقات عديدة هنا على الموبايل، تمام. هذا تنسر فلو لايت اوبجكت ديتكشن اون اندرويد والراسبيري باي. جافا كوتلين كوتلين لغة البرمجة تبعت الاندرويد، هتلاقيه انه كوتلين بروجكت. نعم اندرويد بروجكت، هاي الاندرويد هنا ذا بليس فولدر. ممكن ندور على اكزامبلز افضل، وهنا نكتب جيت هاب. هتلاقي جيت هنا ال هذه انه ممكن انه انت تعملي له داونلود لهنا كاندرويد بروجكت، تمام. وهنا في امثله ثانيه للايمج كلاسيفيكيشن، تكست كلاسيفيكيشن، هذه كلها للتنسور فلو كابلكيشن جاهزه انا ممكن انها اسويها. في عندي الاكزامبل هذا، هذا فيش في صورة. هذا ما فيش فيه برضو صور يعني، بس كان في مر علي ان واحد فيه صور زي اللي احنا شفناه، هذا زي هيك في الكاميرا تبعت الجوال انه هذا سكورل بنسبة مئوية، هذا بيرد اوبجكت ديتكشن شغال في الريال تايم. اوكي طيب فعرفنا انه تنسر فلو في له رابر في البايثون، ممكن استخدم كل الاي بي اي تبعته. طب الكيروس، على الرغم من انه تنسر فلو امبلمنتد بالباي يعني انه صار له رابنج بالبايثون، بس لسه صعب، وانتم حتلمسوا بنفسكم هذه الصعوبه. التنسر فلو بالبايثون رابنج، يعني احنا حنستخدم تنسر فلو بالبايثون، بس برضه حتشعروا انه هو صعب، تمام، لانه مكتبه متقدمه فيها كثير تفاصيل، الوصفة مش دايما بتزبط معايا. يعني احنا في الكلاسيكال ماشين ليرنينج يا دوبنا ماشيين حالنا، تمام. نيجي الان لشغلة متقدمة اكتر، يعني حيطلع لي ايرورز او ايرورات كتيرة ان صح التعبير، تمام. فالان في التنسور فلو يعني هذا الكلام على الجميع، يعني على الجميع الكوميونتي انه الامور صعبة. فراح حدا اسمه فرانسوا شيلون عمل رابنج برضه للتنسور فلو بالبايثون في مكتبه اسمها كيراس. ايش الهدف؟ تبسيط الكود اكثر، تمام. فبتلاقي انه انا في عندي علاقه وطيده بين الكيراس والتنسور فلو، لانه جوجل بعد هيك راحت دمرتها بشكل رسمي في 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 التنسور فلو، والشخص هذا اللي انا بحكي لكم عنه اصلا هو شغال في جوجل. فبالتالي هنا الكيراس هي عباره عن مكتبه برضه بتخليني استخدم التنسور فلو بشكل اسهل. فبالتالي انتم صرتوا عارفين شو معنات هذا الكلام. احنا هنشتغل على كيراس وتنسور فلو، تمام.
فالكراس هاي الويب سايت تبعها كراس.io تمام. هنا فينا عندي الاي بي اي دوكيومنتيشنز زي ما كنا في الاسكيل بنعمل اي بي اي دوكيومنتيشن، هنا برضو حنرجع لها باستمرار. وفينا عندي هنا الجيتنج ستارت، هتلاقوا في الجيتنج ستارت انا عندي جيتنج ستارت فور انجينيرز. مين هم الانجينيرز اللي وين بيشتغلوا؟ في الاندستري، في الشركات تمام. وفي عندي هنا انترودكشن تو كيراس فور ريسيرشرز اللي وين بيشتغلوا؟ في الجامعات تمام. فاحنا لا انجينيرز ولا ريسيرشرز، وين بدنا نروح؟ بدنا نروح هنا على كود اكزامبلز. هتلاقوا في الكود اكزامبلز انه هو مقسم لي اياها للكمبيوتر فيجن، هنستخدم هنا سي ان ان، ومقسم لي اياها ناتشورال لانجويج بروسيسنج، وهنا هنستخدم ال اس تي ام تمام. وستراكشر تكست، احنا لغايه الان احنا عندنا القدره للتعامل مع الستراكشر تكست عفوا ستراكشر داتا. فهنخلص هذول الامثله وبعد هيك هننتقل مباشره للصور ايمج كلاسيفيكيشن فروم سكراتش. طيب في الستراكشر تكست انه انا في عندي هاي الشغلات انه احنا ممكن انه احنا نشتغل عليها اوكي. طيب الان خلينا ناخذ المثال هذا، اروح على التوتوريالز والتوتوريال هذه بدنا نطبقه على الايرس. اوكي خليني انا ادور هنا على الايرس داتا سيت. هنا حددت انه انا بدي داتا سيت هاي الايرس، وبدنا نقراها في اس في، بدي اعمل فيها نوت بوك هاي كرييت. الايرس كلاسيفيكيشن يوزنج تي اف. نقرا البيانات لاحظوا انه انا في عندي في هذا الداتا سيت في عندي الاي دي، فبروح بحطه هو الاندكس تمام. طيب لا لسه الان لو نتعامل مع الداتا سيت هذه كلها كارقام، عشان هيك انا بدي احول هذا لارقام، بدي استخدم ليبلينج كودينج. ف نستخدم ليبلينج كودينج من الاسكيلر from اسكيلر دوت ري امبورت تمام. وبعديها الداتا سيت هاي دي اف اوف هذا الاتريبيوت سبيشيز بتساوي اول بنعرف ليبل انكودر
شوف الدي اف كيف صار شكلها، صارت 0 1 2. شوف الفاليو كاونتس دي اف دوت سبيشيز فاليو كاونتس. انا عندي 0 150 اكزامبل، 1 150 و 2 150، مجموعهم كلهم 50 50 50، مجموعهم كلهم 150. بعد هيك نيجي للإمبورت. الإمبورت أنا عندي إنه بعمل إمبورت تنسور فلو as tf. aliasing هذه مهمة جدا لأنه حتلاقوا كل الأكواد tf dot، عشان إنه ما اضطرش في تعديل الأكواد كتيرة بشكل كتير. و إنه from تنسور فلو import Keras. تمام، هيو عملها اوتو كومبليت. بعد هيك بدي اتحقق من الفيرجن. تحقق من الفيرجن هذه شغله كثير مهمه، لانه التغير الفيرجن في التنسور فلو بيخلي في بعض الاحيان او في معظم الاحيان الاكواد ما تشتغلش معايا. فبلاقي على الانترنت مثلا على سبيل المثال وصفه باجي بطبقها انا عندي على الفيرجن، بلاقي انه هي مش شغاله بسبب اختلاف الفيرجن. فكيف بدي اعرف الفيرجن؟ tf كيف؟ 2.2 اللي هي الليتست فيرجن، فبالتالي اموري كلها تمام. فبتلاقي انه في بعض الاحيان انا عندي هنا في الانفايرمنت انه محطوط انه بنت اوريجينال انفايرمنت، او هنا اولويز يوز ذا ليتست انفايرمنت. فبالتالي هنا انه اوريجينال انفايرمنت بلاقي انه الانفايرمنت هذه مكتوب عليها تاريخ معين، فبتكون انه قديمه، بروح بجيب لي نسخه 1.14 او 1.15. لا انا جبت اخر نسخه، انه هنا هو باي ديفولت انه هو بيستخدم اخر نسخة وطمنت لهذا الاشي. تمام؟ مصحصحين؟ بعد هيك شو بدي اسوي؟ بدي اروح انا اقسم البيانات انا عندي لترين وفاليديشن. فكيف طريقة القسمة؟ بدل ما انا استخدم الترين تيست سبليت اللي موجودة في الاسكيلر، ممكن نستخدم السامبل في الباندا. فبالتالي هنا بقول انه df train تساوي df.sample، وهنا بدي له باراميتر اسمه فراك فراكشن. بدي اخذ 20%، ما دام 20% هذه حتكون اكيد تيست او عفوا فال. وهنا بدي ادي له الراندوم ستيت، ليش؟ عشان كل مره ما اشغل ياخذ نفس السامبل. وهنا للترين df train بتساوي، بدي اعمل دروب لهدول السجلات تبعت الفاليديشن من الترين. فبتقول df dot drop وبدي له الانديسيز تبعت الفاليديشن.
تمام. الاكسس لا انا اديته انديسيز، فبالتالي حيحذف سجلات. هيك بديش احذف العمود تبع الاندكس، لا هو باي ديفولت زيرو. فخليني اشوف الترين، الترين 120 اكزامبل او رو، والفال قديش راح تكون؟ 30. 30 طبعا جاب لي اياهم كلهم لانه هم اصلا صغار، فبالتالي انه بدي اشوف الكلاس ديستريبيوشن في الثلاثه، عفوا في الاثنين، فبحكي انه دي اف ترين دوت سبيشيز دوت فاليو كاونت، وهذا الكلام بدي اطبقه على التست. شوف الكلاس ديستريبيوشن فال، عفوا تمام. هنا ماخذ شوية اكزامبلز انه 14 و8 و8، هذا ماخذ 4 و2 6 اكزامبلز زيادة اللي هو الكلاس الثاني هذا، لكن انه يعني ديستريبيوتد سم هاو. وهنا 42 42 36 تقريبا نوعا ما، لانه النسبة 20%، لو اخذنا نسبة مثلا 30% كان انه اخذ الكلاس ديستريبيوشن ايفنلي بيناتهم بشكل متساوي، مش كثير انه بياثر علينا هذا الموضوع. اوكي نعم. فبالتالي هنا ممكن اطبع الشيبس تبعتهم او عدد الاكزامبلز في الترين وفي التست، df train مية وعشرين وثلاثين. طيب بعد هيك في utility function هذه حتمر علينا بشكل متكرر. ايش حتسوي ال utility function هذه؟ حتحول من باندا data frame ل تنسور داتا بالضبط، او تنسور داتا سيت، فباخذها زي ما هي زي هيك. هذه الوصفه انا ماخذها من، او هذه اليوتيليتي فانكشن ماخذها من السايت تبع التنسور فلو. فبالتالي هنا شو بتاخذ؟ شو بتاخذ؟ الداتا فريم، بتاخذ التارجت اللي هو التارجت اتريبيوت، وهنا الشفل بتساوي ترو. موضوع الشفل انه انا اغير ترتيب البيانات اخلطهم مهم جدا في النيورال نتورك. ليش؟ لانه عاده تعديل الويت بيعتمد على ترتيب الاكزامبل، فبالتالي مهم جدا انه نعملهم شفل. نعم. والباتش سايز عرفنا ايش هي الباتش، تمام. فهنا الباتش انا عندي 10، ايش راح اسوي؟ هنا ماي دي اف بتساوي الداتا فريم هذا دوت كوبي، تمام. وبعدين بدي اعمل، بدي استخدم اسماء مختلفة عشان ما يصيرش في عندكم confusion. الدي اف بوب للتارجت، البوب شو بتسوي؟ شغلتين، بتحذف وبترجع. فبالتالي هنا الليبلز انا خزنتها هنا، والدي اف هذا الماي دي اف هذا بطل فيه العمود تبع التارجت. بعدين الدي اس بتساوي تي اف داتا داتا سيت from tensor slices، رحت حولت الماي دي اف انا عندي as a dictionary، تمام، وديته الليبلز. وهنا حكيت انه if shuffle، الشفل باي ديفولت ترو، بروح بعمل شفل للداتا، وبعد هيك بروح بحولها لباتشز. دي اس بتساوي دي اس دوت باتش، وبدي له الباتش سايز. فبالتالي هدول 120 وهنا باي ديفولت 10، كم باتش حيطلع معي؟ 12. ممتاز. بطبق هذا الكلام وين؟ على الترين. لما اقرا من سي اس في احول، دائما لازم احول لتنسور داتا. التنسور بالمناسبه هنا في دايمنشنز،
في انا عندي 0d بيكون عبارة عن 1 value، في عندي 1d بيكون عبارة عن vector، وبيكون في عندي 2d بيكون عبارة عن matrix، وفي بيكون عندي 3d عبارة عن tensor cube. تنسور كيوب بيكون في عندي عدة ماتريسيز هيك مصفطة ورا بعض، وهذه حتفيدني كتير انه انا حستخدم التنسور كيوب مع الايميجز. ليش؟ عشان البيكسل تبعت الايميج ايش هي؟ عكام شانل موجود انا عندي للالوان؟ ار جي بي 3 بالضبط. فبالتالي انا عندي array of pixels او عفوا matrix of pixels للR، واحدة ثانية للG، واحدة ثالثة للB، فبالتالي بستخدم tensor cube. طيب في عندي حاجة ثانية اللي هو 4D tensor، هو عبارة عن vector of cubes، متخيلين الوضع كيف؟ وفي عندي 5D اللي هو عبارة عن matrix of cubes. طبيعة البيانات هنا كتير انه معقدة في التنسور، فالتحويل للتنسور داتا هذه شغلة مهمة. طيب فشغلنا الدالة هذه، وبعديها هنا بدي أحول، فبقول إنه بستخدم هذول الجملتين في التحويل. عندي هنا الأس كابيتال، الاس كابيتال ما اديته الباراميترز الثانيه راح ياخذها ديفولت. وين الباراميتر الثانيه اللي هي الباتش سايز؟ حياخذها 10. لو بدي اياها بحددها راح ياخذ الشفل بتساوي ترو. مررت له بس اسم الداتا فريم والتارجت. هنا اسم الداتا فريم ديف ترين، وهنا ديف فال. كاينه ترين دياس صارت دياس تنسور داتا سيت، تمام؟ وهنا فال دياس. الان بدي اشوف الداتا سيت اتفرج عليها، فبروح باخذ 1 باتش بهذا الشكل زي هيك، وخليني اكتبها كتابه 4 بي باتش ان ترين dias.take. اخذت 1 batch. هنا print للبي. لاحظوا الشيب تبعها قديش؟ 10، لانه انا حددت انه الباتش سايز 10 examples، تمام؟ فبالتالي ايش بحكي لي؟ انه هي اسم العمود الاول، وهنا عباره عن 10 value للعمود هذا، يعني 10 سجلات العمود هذا. وهنا نفس الشيء سي بلن وعشرة وهكذا للآخر. فبالتالي هيك شفت كيف شكل الداتا سيت، تمام؟ بعد هيك الخطوة اللي وراها بدي أحول الداتا سيت تبع، أو بدي أحول الـ بدي أضبط الانبوت لاير، بدي أضبط الانبوت لاير. فتظبيط الانبوت لاير هنا هحتاج لباكج اسمها from TensorFlow import feature column، تمام؟ وهنا بدي اعرف لسه فاضيه، تمام؟ بدي اروح الف على كل for column and ديف ترين، ترين ديف دوت كولومز. واذا كان هذا الكولوم عبارة عن التارجت بدي اعمل له سكيب، لانه هو مش من ضمن الانبوت، هو من ضمن الاوتبوت. صحصحين معايا؟ تمام. اجيت هيجي حدوركم حطبقوا هذا الكلام كله. فبالتالي اذا كان الكولوم بيساوي species كما احلاها الكلاسيكال ماشين ليرنينج، ايش بدي اسوي؟ continue. غير هيك ما فيش داعي انا اكتب للالس، لانه هو حيعمل continue skip. غير هيك بدي اعمل append للليسته هذه،
بدي اضيف feature column dot. في عندي حاجة اسمها numeric column. ليش؟ لأنه الأيريس كلها عبارة عن numerics. تمام؟ ودي له اسم الكولوم بس، وهو بروح باخذ التايب لحاله بس. وهنا بدي اورجيكم شكل الليسته هذه. دي اف 3 ايش راح اعمل لي؟ نيوميريك كولوم ايش اسمه؟ سيبل لينث بالسنتيمتر، الشيب 1، الديفولت فاليو نون، التايب فلوت 32، هو لحاله حدد التايب. النورماليزر هذا حنشوف كيف نعمل نورماليزيشن للديتا وايش اهميته انه نعمل نورماليزيشن للبيانات. تمام؟ خلينا واحده واحده، لسه بدنا ندخل الكاتيجوريكال بالاول والتكست بس نخلص حناخذ مثال ثاني، حناخذ التايتانيك في كاتيجوريكال وحنشوف كيف بيتعامل. انا ما بحاجه مثلا استخدم سبليت ترين هذه الكلمه الاسكيبيرم. لا بنفع بعدين بنزل الكتاب اقول ما يعني هذه الجمله بنشوف تشكيلها هذه تشكيل بس انا يعني انه هل هذا بس مظبوط؟ لا لا انه قسم البيانات انت زي ما بدك باللي بدك اياه يعني. اوكي اوكي الان جهزت الامور، بدي اعرف الموديل. خليني اكتب لكم نوتس هنا بالمره. يبقى هنا انا عندي عشان احط لكم اياه برضه بابليك. و نعم import species column وهنا import and check version. now split data into train and value. وهنا convert data from dia into tensor dia. بقسم لي الواي كمان. ليش؟ لانه بدنا، لانه انا محتاج الواي هنا. هاي بدي اخلي هاي طريقة التعامل شوي مختلفة، فبدي اخلي بالي من الشغلة هذه انه انا هنا محتاج الواي. هنا احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعمل prepare input features. بعد هيك انه هنا بدنا نعرف define the model. كيف بعرف model؟ هنا model تساوي keras dot model models dot sequential feed forward. يعني أنا بدي أصفت الطبقات ورا بعض. تمام؟ ببدا اضيف في الطبقات. يبقى model.add الطبقه الاولى عباره عن
بضيفهم طبقة طبقة، مش نيورون نيورون، طبقة طبقة. فبالتالي هنا كيراس دوت لايرز دوت تيمز، وهنا بحط عدد النيورونز. كم نيورون بدي احط؟ خلينا نحط 32 او 28. اوكي، اللاير الاول مكون من 28 نيورون، وبدي احدد الاكتيفيشن. ري لوب، وأضيف الطبقة الثانية. هذا الانبوت فيتشر، هذا الانبوت لاير بيكون عدده 4. مع هنا هينا جهزناه. صحيح، مزبوط 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 كلامك مزبوط. حكيت هنا بدي اضيفه هنا في الاول، موديل دوت اد كيراس دوت لايرز دوت فيتشر دنس فيتشرز، تمام. وبدي له العمود هذا، تمام. وعندي طبقتين، بدي اضيف الطبقة الأخيرة. قديش؟ لا أكبر. كم نيورون أحط فيه؟ 2. ليش؟ كم كلاس أنا عندي؟ ثلاثة كلاسز، فبالتالي بده يكون أنا عندي ثلاثة نيورونز. تمام؟ والاكتيفيشن انا عندي هنا بدي اغيرها، دائما هذه خذوها قاعده فوق الكلاسيفيكيشن، انه عدد النيورونز في الاوتبوت بيكون على حسب عدد الكلاسز، والاكتيفيشن بتكون سوفت ماكس. ايش معنى سوفت ماكس؟ السوفت ماكس انه انا عندي ثلاثه اوتبوت، بروح باخذ اعلى واحد فيهم كقيمه، بحطه واحد والبقيه اصفار. متخيلين كيف؟ عادي حاول جيبهم لما نعمل بريدكت اكزامبل. هذه مشكله في النيورال نتورك. انا في عندي باراميتر كثيره، شو الاكتيفيشن فانكشن اللي احطها؟ قديش عدد النيورونز؟ كم طبقه احط؟ بس احنا عملنا نتعلم كيف انه احنا نركب هذا الموضوع مع بعض، وبعديها بنشوف كيف نعمل اوبتمايزيشن، تمام؟ بس لانه انا هيك بضيف اكم من طبقه بس للتجريب يعني، تمام؟ فالبوينت هنا انه ثلاثه كلاسز يعني ثلاثه نيورونز في الاوتبوت، والاكتيفيشن سوفت ماكس بروح باخذ اعلى قيمه بحطها واحد والبقيه اصفار. بعديها انا عندي موديل دوت كومبايل، هنا عندي خطوة إضافية هنا، أو خلينا أحط لكم إياها في هذه الزيادة. أنا عندي إنه زي الأسكيلر، بعرف الموديل بعدين بعمل له فيت، وهنا برضو بعمل له فيت، بس هنا في عندي خطوة إضافية إنه بعمل كومبايل. فهنا كومبايل موديل، هنا موديل دوت كومبايل. شو بحدد؟ ثلاث شغلات، اللي هي الاوبتمايزر، ادم في عندي اوبتمايزرز كثيره، اكيد حورجيكم كيف حنختار بيناتها. شو كمان؟ أعرف اللوس، تمام. واللوس هنا انه ما دام اخترت هنا سبارس
عفوا ما دام اخترت سوفت ماكس هنا بدي اختار سبارس كاتيجوريكال كروس انتروبي. تمام سبارس كاتيجوريكال كاتيجوريكال كروس انتروبي. ضاي شغلة كمان لسه كمان المتريكس لازم احطها في ليست. اكيورسي ليش؟ لانه كلاسيفيكيشن. تمام بتمنى ما يكونش في غلط في كتابة اي حاجة. خلينا نشوف. اكيد لازم يكون في غلط. Model is not defined. أنا مش عامل run لهاي. هنا طلع في عندي غلط. نجيب له مني. فيش غلط في السبيلينج. تمام؟ بعد هيك fit the model زي ما تعودنا model.fit model.fit شو بدي له؟ training تبعي شو اسمه؟ دياس ترين ولا ترين دياس؟ شو كمان؟ بدي له عدد الايبوكس، بدي له انه الفاليديشن داتا فاليديشن داتا بتساوي فال او فال دياس، وبدي له عدد الايبوكس خلينا ندي له 100. في شيء كمان بكفي. في ايرور كاتيجوريكال كروس انتروبي. حكيت هذه كيف بدي اجيبها؟ انه انا اجيبها صح ولا لا؟ فبروح بكتب دراس لوس كاتيجوريكال سبارس كاتيجوريكال كروس انتروبي. بدل الـ IE مظبوط غيره ايش كمان؟ كراس توب لوسز او لوس سبارس كاتيجوريكال كروس انتروبي. تمام لاحظوا انه ترين وفاليديشن تيست ما فيش تيست داتا عندي. لاحظوا انه هنا انا طالب منه 100 ايبك
100 لفة على الداتا سيت كلها بالكامل، بس هنا في الإبك الوحدة 12 من 12 لف على كل الباتشز، على 12 باتش اللي أنا موجود أنا عندي زي ما اتفقنا. قديش أنا عندي هنا الـ validation error أو الـ accuracy؟ هنا الـ validation accuracy كانت 0.2 تحسنت 0.4 0.6 8 86، آخر حاجة وصل 100% validation accuracy 100%. تمام؟ لقيت هذا الكلام لو أنا وديش التفاصيل تبعته بروح بحط هنا variables بتساوي 0 بيخلص التريننج بيطلع لي هاي. تمام؟ إنه أنا في عندي history، عندنا حنشوف كيف حنجيب الهيستوري ونعمل منه plot، ولكن أنا ممكن أجيب النتيجة إنه بحكي model dot eval وبديله هنا ال values، بروح بجيب لي آخر loss وآخر accuracy. أنا طلبت هنا منه في المتريك إنه بدي accuracy. تمام؟ ماشي الأمور لغاية الآن. كيف؟ مع الـ classification هي لازم نستخدمها. الآن بعد ما عملت fit ممكن أعمل summary model.summary. إيش بديني؟ بديني إنه الطبقة الأولى تمام هي عبارة عن الـ input features تبعتي. تمام؟ الطبقة الثانية فيها حددنا انه الطبقة الثانية 28. تمام؟ 28 ضرب 4 قديش؟ 96 زائد 28 112 زائد 28 140. تمام؟ هجيت متخيلين انتو الامر كيف؟ انا ليش ضربت 4 في 28؟ الاربعة اللي هم 4 input neurons في 28 نيورون في الطبقة اللي وراها، فبالتالي اكم باراميتر انا عندي؟ اكم connection؟ 112 connection. ايش بدنا نزيد عليهم؟ بدنا نزيد عليهم البايس لكل واحدة اللي هو عبارة عن constant لكل نيورون، فبالتالي بيصير انا عندي 140، والثانية برضو محسوبة بنفس الكيفية. عددهم كلهم قديش؟ 1039. تمام؟ طيب الخطوة اللي وراها بدي اورجيكم موضوع السوفت ماكس. هجيت ممكن اجيب البريدكشنز انا عندي للفالدياس. لاحظوا ايش انا عندي هنا؟ 1.38 في 10 اس ماينس 5، وهنا 3 في 10 اس ماينس 1، وهنا 6 في 10 اس ماينس 1. مين اعلى قيمة؟ هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي؟ الأخيرة. تمام؟ فبالتالي هذه بروح بخليها 1، هاي بخليها 1، وهدول بعتبرهم أصفار. ليش؟ لا، ماينس 1 معناها انه انا بدي ازود الصفر على الشمال واحدة، فهذه بتصير 0.6 0.3 0.1، حتى اقل من 0.1 بدي اروح 5، فبالتالي هذه اعلى قيمة، فهذه حتصير 1 0 0. كيف بدي اجيب هذه الشغلة؟ في النمباي اري. فهذا كلام بدي اروح اقول له هنا from أو import numpy as nb كيلو nb.argmax. وإيش أديله؟ أديله the predictions.
اوكي يقول له انه خد لي اياهم واحده واحده مش تاخذهم كلهم، فبقول له اكسس يساوي واحد. تمام. فبالتالي اول عنصر طلع لي زيرو، ثاني عنصر الكلاس تبع واحد زيرو اثنين. خلينا نجرب على هاي زي هيك نمسحها ونقول انه mb.arg max واديله هذا الكلام بيطلع انا عندي اثنين هنا 0 1 2. فبالتالي عشان توضح الامور عندكم اكثر انه هنا arg max للاري انه انا عندي بوينت 1 بوينت 3 بوينت 9 او 8 ايش حيطلع لي؟ 001 او 2 اللي هو الاندكس هي 012. تمام. هنا لو طلع لي مثلا على سبيل المثال 91 وهنا 18 هنا بيطلع 0 الاندكس تبع اول اكبر عنصر. وهنا لو اخذنا 93 91 18 يفترض يطلع 1. تمام. عرفتوا الآلية كيف بيطلع معايا هنا؟ هاي معناته السوفت ماكس. طيب بدنا ناخذ عنصر جديد نعمل له بريدكشن. هذا شوفوا كيف شكله. تمام. بنروح بنحوله للديكشنري زي ما في هنا convert to tensor. تمام. وبنروح نعمل predict للانبوت ديكشنري. فبالتالي هنا model predict. اوكي انا عندي اسماء، فهنا بدي اجيب df.keys او columns. بالمناسبة keys اصلا هو ديكشنري يعني، راح يجيب لي. فهنا انا عندي cblen وهنا هاي اللي بريدكت جاب لي sparse array بدي اطبق عليها softmax. فببساطة بروح بحكي